دلوقتي كمان في عندنا مجموعة من الأحداث المهمة اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، يمكن أهمها إقامة حفلات فن السيرة وكورال بمركز طلعت حرب الثقافي، وانطلاق الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكمان انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي الممتاز من خلال 4 مباريات حماسية، وأخبار تانية هنستعرضها بالتفصيل من خلال هذا التقرير. بخصوص الأحداث اللي هتحصل النهاردة، فمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية هيستضيف الساعة 4 العصر نادي القصة وندوة لمناقشة كتاب الروائي والسيناريست الراحل محمد السيد عيد فن السيرة وأثره في الرواية المصرية. هتتناول الندوة القضايا اللي ناقشها الكتاب والمتعلقة بتأثير فن السيرة الذاتية على الحكي الروائي وانعكاس خبرات الكاتب الذاتية على الإبداع. النهاردة كمان هتستضيف جمعية رجال أعمال الإسكندرية الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وده لمناقشة عدد من المحاور اللي بتهم قطاع الأعمال بالإسكندرية، بالإضافة للعديد من المواضيع اللي وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير العمل فيها بالمنافذ الجمركية. لعشاء الدوري الإنجليزي النهاردة هيكونوا على موعد مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من المسابقة، أهمهم لقاء أرسنال مع ليستر سيتي الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت هيواجه مانشستر سيتي فريق بورتموث، والساعة 6:30 مانشستر يونايتد هيواجه برينتفورد. والعشاء الدوري الإيطالي هيكونوا على موعد النهاردة مع الجولة الافتتاحية للمسابقة للموسم الجديد، واللي هتبدأ ب4 مباريات قوية وحماسية. سامبادوريا هيواجه أتلانتا الساعة 6:30 بالليل، وفي نفس التوقيت ميلان هيواجه أودينيزي، والساعة 9:15 الإنتر هيواجه ليتشي، وفي نفس التوقيت فريق مونزا هيواجه فريق تورينو.